أنا ما أترك الكافي بحياتي إلا إبس إلا أكون أموت أكون أنا عايش إن شاء الله. تير 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 هون مبسوط. مرحبا يا واضح، أنا اسمي أحمد سمكة، عمري اليوم 30. كنا عم نقدم قهوة، عصير، كابانسينو، عصير، وكمان هن شو بيحبوا ما بنعمل هون؟ في عنا سلطات فواكه، في عنا عصاير، في كل شيء في عنا، احنا نحب الزبونات كثير. شو بدهم طلبات احنا شو بدهم بعيوننا بس كثير كثير يدعمونا. حقيقة نحن بداية المشروع والانطلاقة الأولى كانت 2018 بمهرجان الشام بتجمعنا، ولكن هذا المشروع هو كان كافي سوسيت، هو مرحلة نشتغل فيه بمهرجانات بمعرض دمشق الدولي، شاركنا فيه بعدة محافظات سورية، ولكن أخيرا وبدعم من السيدة أسماء الأسد أكيد مشكورة صار الحلم الشباب حقيقة، ونحن افتتحنا الكافي بنهاية تقريبا شهر 8 بال 2021. كان بهمنا ننطلق بفكرة التمكين والإدماج ونشتغل فيه على عدة مراحل، أول شيء هو تمكين ودمج متلازمة المحبة بالمجتمع، ولكن الأهم هو تمكين المجتمع ليمارس دوره. كتير كتير لطفة لما يعني بيجوا بيقدموا بيساعدوا، لما بطلب شيء كتير لطفة بتعاملهم، دائما مبتسمين، فهذا الشيء كتير بيشجعني ضل اجي. الشيء اللي بيميز هدول الاشخاص عن غيرهم هي النقاء الموجود عندهم، النظافة الموجودة عندهم، اللي بيميزهم هو الروح الموجودة عندهم. نحن دائما بنقول عنهم هن الملائكة الموجودة على الأرض، قديش هنا بحسسوك في صار زهد بالحياة بشكل أو بآخر، بيعطونا إضافات، صدقيني نحن صرنا نحس إنه نحن بحاجتهم أكثر ما هن بحاجة إلنا، نحن أهم شيء نحسسهم بقيمتهم، نعطيهم هي الفرصة لأنه فعلا هن بيستحقوها. في مطالبات كتير لنفتح أفرع سواء بمدينة دمشق لحتى نقدر نوظف عدد أكبر منهم، بالإضافة للتوجه أيضا للمحافظات السورية لحتى يكون عندنا أفرع خاصة بسوسيت، لأنه كمان احنا حابين يكون في شمولية بالعمل واستدامة بالعمل. دائما يكون في تدخل مبكر ويكون في وعي تجاه ابنهم، لأنه فعلا بشوية اهتمام واحتضان أكيد حيطلع ابنهم في قصة نجاح من خلاله، حيثبت قدراته وإمكانياته، ما يخبوا أولادهم لأنه يعطوهم هي الفرصة، يعطوهم هي المساحة ليعبروا عن ذواتهم، لأنه هذا حق طبيعي لأنهم أكيد بحب قلب واضح. شكرا. عفواً.